السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام. اليوم طالعين قشتة رمضانية مثل كالعادة، وراح نسوي لنا فطور هنا، وإن شاء الله هي آخر سفرة بالنسبة لرمضان الفطور. وأيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير مقدما، وإن شاء الله نلوم سفراتنا كلها غديات بالنهار. غديات صيد سمش. إي صيد سمش، هذا يعني شغلات تنيل إعجابكم إن شاء الله. ولا تنسونا باللايك والاشتراك. يعني ما أوصيكم زحمة، أقول لكم أنا بعد أشوف أكو يعني بعض القنوات يعني تعبانة بصراحة المحتوى مالها، بس هم صاعدين ملايين صاعدين. إحنا نشوف نتعب وهذه، وقناتنا ما بيها كذب، كلها صدق الله شاهد. يعني الواقع الحال اللي قاعد نعرضه لكم، وديروا بالكم علينا وانتم كيفكم بعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. قلت له اسمع اسمع هاي السالفة، اسمع الموقفة. أم عباس وصلتني في اليوم خطية، قالت وياي البارحة، قالت أبو عباس ايه عشنا عمر طويل أنا وياك، ويلك بيدك تغسلني، ايه متشفيني بيدك تغسلني، تبشي وتبشي، مو تبشي يعني الدمعة من الجلد بعينين. ايه قلت له تموت يا سنتي وخلصيني، حتى شعرك ايش اسوي لك؟ مش بس أفيرك فيا، بس خلصيني غسلني. بويا ابوي، ومن قالت لك ابو عباس اذا ما شو يصير بيك؟ اي قالت لي ابو عباس اي ابن موت ايش راح يصير بيك من خلافي؟ قلت طبعا غير تخبل اتخبل. اي قالت تتخبل خاف تاخذ لك مره علي؟ قلت طبعا مخبل كيف يسوي؟ هو مخبل على كيف باخذ اثنين مش واحد. لا قوي هاي علي. طبعا اليوم شوفوا الضفاف مع نهر الفرات واجواء كلش حلوه، يعني قرب المؤذن ياذن. هسه احنا جاي نرتب غرابنا اليوم سمه شوي. ابو عباس انت اريد ان نكتة تكون قويه ما مطروقه. واحد من ساعه اشتريت من عنده سمك، قال شنو ابو عباس خلص السوالف؟ قلت له ابو عباس بحر ما يخلص. هذاك فد واحد ايه هو اموره تعبانه، ولد له مريه ما قعد عند احد بالبيت، امه امره كبيره، جابها من اردها من ناح جمع له كم فلس يا مرتضى. ايه اجى يخطب قعد سلم على الجماعه اللي راح اليوم قعد عندهم، قال ابو هاي سالفه المريه وهذه بعد ما شربت شاي، هم يتلافتون بيناتهم. ايه يتلافتون، صار الجماعه ما اقتنعوا بين الشغله. قالوا ان شاء الله يصير خير، احنا نعود نخابر نرجع لك خبر. في مولى في مولى، خلى الرجال مشي. ماكو شويه مشاكل، ماكو حتى 100 متر ماكو. اشل التاكسي والتليفون دق علي. الو ها منو؟ قال احنا ذول ابو من عندنا مره المره يعني. ها بشو شنو خير؟ قال لي والله القضيه ما صارت، ما رهمت. قال شنو القصه ما رهمت؟ حتى التحليل مال الادرار هم ياخذ نص ساعة ما يطلع بسرعة. شو كنت نشدت علي؟ لا ما طالع بعد ما طلع راح على هلف، قال حتى الادرار ياخذ نص ساعة. في مالها سد التليفون بوش. ابو عباس عيني ابو عباس يكون موقف وبين حزين وبين مضحك مر بيك، بمرات مالتك تاخر وما اجي، وانت عندك ايجار وترتيب. طبعا انا كانت اموري شويه زينه يعني فوق يعني فوق الزين، يعني فوق الوسط زي ما يقول.
واشتريت الحلقه لام عباس ايام زمان. عطيت هي ذاك اليوم شويه ضكت بي الامور وراتبي تاخر صار بإشكال مدري شنو مدري ما طلع بالحاسبة صار بي غلط وضايج حيل. قالت ابو عباس لا تضوج لا تضوج عم تعالى يضوجك اي والله ونتعب الحلقه. قالت هاك الحلقه مالتي كذا خطيه وصرف بيها انا ضحكت. قالت ليه تضحك؟ قلت له اياها مال البرازيل انا مقش مقش فيها صار فتره مال البرازيلي يا حسب 21 عشان اكون بالفقر والله. ليش اشتريتها انت؟ ها؟ ليش اشتريتها؟ 5000 قالت بيعها والله يا عباس منو؟ كلك سوالف ابو عباس كلك نكت كل نعود كل التقرير حجر لا حجر الشم صار في عيني لا صدق حلو هنا شاعري وهاي لعيونك شفتك لا تاكل لا لحم لا دجاج. قلت ابو عباس اكون اجيبك سمك. اي والله انا بعد راح استمر دوم على السمك قلنا له من اموت حتى الذوابات السمك تسويها لا هاي شو اسمه نهيب الكيلو بتسعه لا بس يوم الجمعه اسوي شارك عادي يوصل شارك ايه. بعد اطيب ودورة السنه عيد الدوشه تحيل تعزم الطائفه والمشاهدين ايه دوشه تحيل ساعتين تنقرض الديوته قدر خويه بيها مجال لا حطوا وياها طبن قول للنسوان الطبن السابع مالتك شو يسوي ابوي؟ السابع؟ ايه هليتشي زفره الواد ما ترحم لك الواد مشتم بيك الظل شو يسوون السابع؟ طيارة زينة قطة؟ لا الا طبع الا بطوط مسلم اه ولا بطوط مسلم بالحديقة طقن وفي مولع والله العظيم المرحوم ما يحب البطوط يعطيه شواجيب جيب جيب الشواجيب شوف النسيم تدور بالقاع لا تلقى رش الاساس رش عليه رش ليش بس من بعيد رش خلت تشتعل منها العوده خلت تشتعل ايه خلت تشتعل العوده خاص نوفل ها؟ هذا خاص تبرين شلون؟ مال ارانب ها؟ والله مال ارنب هذا معدل انت انت كلك مرتب عباس صابونا بالباب يمتلكم اها والله الصابون الاصل مكتوب عليه ارنب الاجواء على نهر الفرات والشباب الطيبي رياض مرتضى حياهم الله العزيز ابو حارث يا اهلا وسهلا بكم اهلا بكم ابو عباس سوينا الرقية شنو؟ الرقية سويها لنا لما نسوي الرقية؟ شوف الطفيلي شو يسوي بالعالم شو مسوي؟ الطفيلي يقول رعاية ماكو ايه عاطلين ماكو ايه يضرب محرش يقول محرش يكون يلفه والله العظيم يعني انا ساشر بس عمامة عمامة رسول الله تحجم بالمعروف تحجم بالجسمي العالم ما كانت الجوع اذا انت بس محاضرة سوي محاضرة ايه محاضرات شنو ترك لك لاوات وين ما اعرف الدين وياي ما اعرف الحلال والحرام لا صدق هسه انا عندي مناسبات هو على احساس سلام الله عليه هو عندي مناسبات ادعيك في اليوم تجي تسوي لي تعزيه ايش قد تطلب علي ترضى لك ببرقه ورقتين ثلاثه ما يرضى ما ترضى راتب الرعايه 5 نفرات هم ياخذون 200,000 تكفيهم ما تكفيهم راس شهر تكفيهم ملابس تكفيهم اكل يا اخي ليش ما تجيبهم راس شهركم تعبانين هسه اكو ناس حراميه وانتم زين تعرفونهم اشو مخليهم على كتر ذولا جوا مخليهم جوا النفار مليارات قاعد ياخذون مليارات والمتقاعد تعبان مريض سكر ضغط قاعد بالايجار
راتب 300 الايجار معانا هسه بصدق شيء راتب 300 متقاعد ايجار 200 ظل عنده 100 عنده ضغط السكر وعنده عائلتين زين انا مش عايشهم دول عايشهم بعمامة الطفيلي مش عايشهم بس فهمني انت فهمني انت وين انا عندي عاطلين انا خريج هذا خريج وهذا مش يسوي وظل العام دايحه تدفع كل الشعب مالكم انتم قعدتوا على الكراسي وانتم تاخذون قاعدين على المنابر مال رسول الله احجوا عدل يا اخوان احجوا عدل احنا المفروض يا الطفيلي طالب حقني واحنا صرنا دوله اسلاميه وحكم شيعي كان وين يما الحكم الشيعي مالكم هاي ثانيتي قاعدين على الشطوط ننزل بشص يصير نزولي لعائلتنا ماكو خلي عليك بعين الله ابو عباس ماك علاقه سد وجه رساله لمحمد الشيعة السوداني ايه اقول له محمد الشيعة السوداني انت لا تفعل علينا الرجل اذا قال فعل انت مو قلت زياده للمتقاعدين مو قلت عيديه للمتقاعدين هسه والله في شيء عليكم يعني تكذبون ليش تكذبون علينا ناس كبار احنا مثل ابائكم تكذبون علينا ليش يعطي زياده وطي هسه لا تخلونا نروح للنظام القبل وتخلونا نحكي ندخل بالسياسه صدام حسين اذا قال فعل قال على تركيا ما هد الماي راح اشرب جيجارتي اذا خصت الجيجاره وما هدنا زي شباتهم بعد ما وصل للفلتر والماء يجانا هسه انت بشنو انتم عم كافي كافي مليان من عندهم يا عز الله يا الله هسه يقول الفلوس مطلع من يجوبهم لا والله عمي ولو بتقلت لك ثلاث موازنات ال 22 متر وين راح تروح على البك 23 24 25 ثلاث موازنات صدق ثلاث موازنات ماكو 50,000 يطفر عليك ترى المتقاعد هاي المتقاعد شاب عظيم وكم ليش تشديش انت الحلبوسي عم بعد الحلبوسي بعد لما رشحوك رئيس برلمان كانت غير الحكي بكيفك شنو يا البرلمان صوته يا ماك شنو يسوي هيجي اخويا انت ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني انتم ذول الثلاثه حكايتكم وحده واللي يحكي زي شاربه شارب خلفه هو المفروض هيك اي للمتقاعد زياده 250 ريال الشهر للرعايه هيك العاطلين مشوهم الخريجين سووهم هذول ذول المحاضرين حطوهم راتب 500 حالهم حال ربحهم ظالم كيف خليان وزربان وما تعرف يسولفون وقاعدين ما يهمهم هم ايش تحجينا واحد انقص من واحد يلا يا عباس خلي عينك بعين الله هيجي هاي هسا خوش رقية اشتي لك حسوني الصناعة بس شو اسمه رجع كلش حلوة ايه والله يطلع الواحد ها مرتضى شنو هالشيش مالتك هذا شيش مالتك والله ابو عباس هذا الشيش الاصلي من الزور هذا ايه. من امه هذا من امه ايش مال زور ثلاثة كا ايه هذا ها ايه هذا معدل ايه سبع طماطم انا رحت الشوي سمو سمو تقدر نعشوي جن يلا جيب القوره مال الشاي جيب القوره بابا Oh,
المعدل. ها خليه. لا لازم الكاميرا على مود ما يصير عليه حقوق. اي اي. لا. هذا راحتك. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا ارجع هذا. عشتيدك يا ابو عباس على الترتيب. انت العايش. شنو انت شحم؟ كشمش انت كشمش؟ لحم شحم. عافية الله عافية. بابر حمود بطل. أكو بعد النوم معي؟ أذن؟ ما شاء الله شلون تفليش؟ تفليش ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا طماطة كم بعد؟ ستونس ان شاء الله. طماطة خل شوية ونطلعها. يلا انا ادير فوق الجمر. بعده بجد حجي. اي بعده ما مأذن. بس تأخر اليوم. هو؟ قلت تأخر اليوم بالهذا. ايه. العصير وين؟ خلي العصير. يلا مرتضى. ايه جيت شو الباقي شلون راح؟ اشربوا ماي هواي. يلا اخوان سلامكم العافيه.